مشاهدي قناة شوف تي في أهلاً ومرحباً بكم مباشرة من مدينة خريبكا مرحباً بكل متابعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدين داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن معنا خوتي ستيني ورب أسرة يعني تعاني قمة الفقر والمعاناة مشاهدي قناة شوف تي في اليوم أخوتي اليوم بغى يفتح قلبه لنا بغى يحكي لنا معاناته بغى يحكي لينا يعني داك الشيء اللي ضرّه، بغى يقول لينا شنو هما الابواب اللي طرق بغى يقول لينا انا راه ما جلستش رغم كبر السن ديالي ورغم ذلك تنكافح وكنجري ولكن الغالب الله الغالب الله خصوصا مشاهدينا في الشهر الكريم يعني كما تعرفوا متطلبات الحياه كثيره ومتطلبات اليوميه كثيره فهاد السيد تيقول مناش بغيت ناكل ولا مناش بغيت نشرب يعني تيقول الحمد لله اللي لقيت حتى هاد البيت هادي اللي خلاو الوراثة يعني مازال ديال في فهاد البيت لا يعني غير بالبريك كتلاحظوا معنا غير القز دير باش مسقفة يعني اللي الحاله اللي كيعيش فيها يعني كما قلت راه قمه الفقر مشاهدينا ما خلى ما باع يعني تيبيع في الجوطيه لاحظوا معايا يعني داكشي اللي اللي تيبيع حتى هذا الشيء ما بقى كيتباع ولا كيتشرى تلفازات قدام حوايج قدام اي حاجه لقاها قديمه كيحاول انه يبيع فيها ويشري كين عس خوتي حدا هاد السلعه ديالو يعني هادو اللي نقدر نقولوا المتلاشيات يعني اللي كتباع في الجوطيه اللي حاجه ب 60 خمسة دراهم يعني شي حاجه اللي اللي بسيطه وحتى دابا ما بقاش حتى داك المبلغ البسيط مشاهدينا يعني بيت عنده بيت مخصص واحد الجهه لديك السلعه ديالو واحد الجهه فين كي مشاهدي قناه شوف تي في اليوم نسمعوا ليه خوتي يفش قلبه ويحكي لينا وكل امل في الله سبحانه وتعالى وفي القلوب الرحيمه لان قلت له لمن بغيتي توجه الرساله ديالك قال لي بغيت نوجه الرساله ديالي للناس اللي غادي تحس بيا الناس اللي غادي تشوفني وتقول هذا الاب ديالنا محن الناس اللي غادي تشوفني وغادي تقول هذا بانا مكرفص وما لاقي باش يعيش الناس اللي غادي تحس بمعاناتي وتمد لي يد المساعده شكون هما القلوب الرحيمه يعني بغى يوجه نداء ديالو ومعاناته ويفتح قلبه للقلوب الرحيمه اللي تحس به خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي آه نسمعو لا 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 هو يحكي لنا هو ادرى بظروفه هو اللي غادي يقدر يحكي لنا معاناته وشنو دار وشنو خدم وشنو اذا مرحبا بك أبا خليني نخدم الكاميرا تفضل ابا انت دابا راك على المباشر والناس كتسمعك احكي في قلبك احكي لينا معاناتك كما كم قلتي لي وصلت للعظم ولا العظم مرحبا بابا. السلام عليكم انا واحد الراجل عندي ستات الوليدات وهاد ستات الوليدات الله غالب ما خليت ما درت معاهم كانت عدي طويني بيلا درتها بعتها قلت انا العون هاد الدراري تلهز عليها هاد الحويجات المتلاشيات واسمو تلبيع اه مني تقات الوقت في هذه كورونا مثلات شوية المشي وقلت أنا نبيع الطنوبيلة ونجيب الدراري اللي يعمروا بها سليعة ونرقصوا هنا ساعة وليت هذيك السلعة تيجيبوها أربعة أربعة كيلو من الفوق دايرين ديال التفاح دايرين ربعة من الفوق موجهينهم آه يعني و الصندوق الفوق زوين ولتحت كله خايب شارينهم 160 تيوليو يبيعوا فيه ب 60 ريال تيبيعوا دوك 4 كيلو ولا 5 240 تيحيدوا تيبقى داك الديشي تيبداو بقى من تما راه جاي العام هذا كل شيء لاشا راه الدراري بوربين حنا بوربين وحنا مهلوكين مع بنا الله مع ما يعلم بنا الله تبارك وتعالى هو اللي تيعلم بنا الحاله يرتلع راحنا حنا تنطلبوا الله والناس الخيرين والناس اللي اللي في قلوبهم الرحمه راه تيشوفوا ندرو يعاونوا هذا هاد هاد السيد هذا هاد الاب اللي عنده 64 عام ولا 65 عام انا ما تنشوفش راسي انا راه باقا لي اربع سنين ولا شهر ولا شهرين انا غالي ودابا تنشوف لا الدراري هادو غادي نحاربوا اما يمشي يشري 6000 ديال الحشيش ولا 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 شفاري ولا يقتل انا دابا تالبرية على باش نهدني هاد الدراري هادو هذا هو الهدف ديالي هن. انا انا تنطلب الله 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 الله, الله يشوف من جيت حال هاد الاد الاد هاد هاد الوليدات هذا ويشوف من حالنا ويشوم من حالنا تطلبوا الله تبارك وتعالى يا من في نوبة الليلة أنا بقيت في جواحل المراق واحد سجد دار واحد الفيديو وقال لي مودي أنا راه ما عنديش سكنة تطلب الله باش نشد السكنة آه المحسنين شوفوا أنا راني عندي 36 ألف تربحة بالبلدية واليوم أنا بغيت السكنة وأمرأة أمرأة عباد الله المؤمنين وأمرأة شرات لي السكنه وعطاتو السكنه وداو ليه السوارت هذه ماشي مؤمنه هذه الله حق عليها الله تبارك وتعالى يدير لها قصر بالجنه ها مؤمنة هذه هي ماشي غادي نعطيو لواحد 400 400 و و500 و600 ويقولوا ليه هاك عاون راه على العواشر هذه وشوفوا نظروا الناس راه كاينين الناس اللي مساكن واقفين وراهم دايزه بهم الصدقه لا وكاين الناس واقفة على رجليها بوليداتها شوفوا من حالة اشتو راه واقف اسمو تقول هذا راه ما ما راه عندوش تا العشاء راه ما عندناش راه مني دخلت كورونا راحنا اللي عندنا محيط معاه وعندنا طويني بلا بعنا وبقيناهم بوان والخل مشى مشى حتى ذاك 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 مشى راس الماء وكل شيء مشى باقي لا والو دخلت هذه هاد... هذه هاد... الشرق وفران ريال ريال 100 ريال اللي عندنا ناكلوها في الحبس 100 100 وليداتي توما مع ما عندهمش راهم الكروسة الجوج كرارس راهم مليحينهم ما 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 تسطيش. نبيعهم وناس مني نبيعهم لا من لا 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 اختي رانا را را انا هادي الله تال الله والناس اللي تخاب الله. هي اللي تعاونا احنا ما ما كاين اللي عاونا من غير الناس اللي تخاب الله لما كان جا الله ما عندنا مال به والله تبارك وتعالى وزيدون البقايع عداوها لينا البقيعة داوها لي لينا تاجا عندنا الوراق ديالها ودفعوا لينا التصاور واسمو وشدونا في الحبس حنا باللي مجوجين <hesitation> من سنة اه يعني <hesitation> تسعود وسبعين تمانينات البقيعة دوك لي مجوجين عطاونا دفعنا التصاور مني دفعنا التصاور <hesitation> حنا دفعنا التصاور قيدونا دارونا رقلونا صافي مني كان الخلفان جاو القياد مني جاو القياد جاو القياد لا لا بداو يدوروا اللي مخلص يلا سيدي انت مخلص زيد مني جاو قال لنا اللي ما 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 مخلص خلطوا على جال ال ال الشبيبه والريادة، مشينا بغينا نخلصوا تما اتجاو ولا القايد يقول لهم زيد يا لالتي في دي البقعه ديالك ولا ديال ولدك لا ديال اسيدي سيدي سير بحالك انت ما عندك بقعة شدوا هادوك الوراق شرقوهم ديال تصاوروا اسمه وداو لينا البقيعات ما خلينا صيفتنا للديوان الملكي صيفتنا للباشا صيفتنا للقيد صيفتنا للعامل ما كاين حتى حاجه وخلصت عليهم 4000 ريال دازت المده مشينا ثاني قال وراه البقاعي اللي ماشي بالسابج مشينا درنا الاحتجاج جيت العماله الاولى الاولى قال لنا سيروا لجيت العملة اللي 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 غتفتح مشينا لتما درنا الاحتجاجات واحد شوية دارت بينا السلطة شدونا طاحوا علي من بنية العيالات قالوا اديوا هذا والله راه شايدو طاحوا علي العيالات وهذوك العيالات مساكن راه باقي من الآن طاحوا قالت لي لا ديتو وديونا تا حنا داونا شدونا تم شوية قال لهم العامل أنا ما قلت لكم نقطهم قال لي مباشرة ما قلت لكم نقطوهم انا سمعته في التليفون واحد مسؤول في الكوميسيريا قال له رانا كرونا كل شيء كل شيء داروا البوليس قال لي احنا معكم معاكم غنخرجوك وقلت له خلينا هنا ما عندنا فين نخرجوا احنا خلونا هنا تعطيونا حقنا وبقاو يعورطوا تخرجونا دابا الناس بغينا هذوك العيالات اللي, تشدوا معايا باش نديهم الرباط عند الوزير قال لنا قال لك سير بحالك بغيت تمشي للكوميسير جا مشيت للكوميسير جا قلت له اعطيني هذوك العيالات اللي كانوا مشدودين معايا قال لي سير بحالك بغيت تخرج علينا ما تيسط هذوك العيالات انا هاد دابا تطلب الله جلاله الملك محمد السادس الله يزيد لنا في الله يطول لنا عمره راه يفك لي الجراء هو راني راني مشدود في الكوميسيريا ومعايا دوك العيالات وراه تقليد هذا 2011 2011 راه تقليد هذا عليا هادوك العيالات راه تمحنوا راه متكربصوا والله الا عسفوا لهم على كروشهم على رقبتي بالرقبه المحمديه ودايرين دوك السراول ديال ديال قيطونه ولابسين دوك لاستيكات والله الا داك فضيح يا جلاله الملك راه حنا راه هادوك العيالات راه تكربصوا وتكربصت معاهم يعني شو من حقك ما خديتيش البقعه ما خديت لا بقعه على يديك لا يخليك تطلب منك يا جلال تستحق انك تاخذ ديك البقعه آه. شحال وانت في البراكه انا من من زياده وخلق في البراكه من دوار السكر من من دوار السكر دوار الرعده من سكر دوار الرعده وما استفدت وما استفدناش وحنا بولادنا لا را راه راه كارثه انا تطلب من جلاله الملك من من جلاله الملك يا محمد السادس انقد أنقذنا وانقذنا من هاد الزمان ديال ولاد الحرام يا محمد سادي رحنا تكرفسنا رحنا قعدنا نطلبوا رح راه من وين نشكيو من غيرك يا محمد سادي ويا محمد يا ولمن وعاد فعلا تمشينا ندوي قتلونا آه السلام عليكم انا اختي نخسي مع الدبين اختي مع الدبين الدولي الدولي البقعه ديالو اختي وحنا ولي حنا انا وليداته الدولي البقعه ديالو اختي ومحمد وراه ما كان من بكنا من غيرك يا رب يا ربي بكنا يا محمد سادس راه ما بقات عاد قيمه بعاد في البلاد راه قتلونا راه فين ما مشينا يسدوا علينا البيبان قبل ما مشينا يا محمد السادس راه فوق لينا جراب راه قتلونا رمحلونا را را ما راه ما عندنا العقل راه ما خلاوش عندنا العطر راه ما عندنا الشراب يا محمد السادس فكنا واعطينا وانت انا راه منك راك راجل خير وراك خير محمد السادس انا راه عندي الشات الولاد قهروني وانت عندك 40 مليون دايره بك وكل يقول من هكا من هوكا الله يكون في عونك انا تطلب لك منك, منك وغدا امام الله يا سيدنا امام الله نكون حفية عورة كل مراكي الراجل غدا امام الله تسأل وتسأل انا ويتسأل هذا ويتسأل هذا ويتسأل كل الامة تسأل يا ويكون ويكون رسول على اليسار ويكون ابراهيم على اليمين وغادي يشبعوا أمه محمد اللي شي حاجه يدوز ليها يا محمد السادس تفك لي الحريره راني بقيت بلا سكنه راه بقيت بلا راس مال راني بقيت بكل شيء يا محمد السادس انا لك في ربي لي خلقك وخلقني راه شكون لما واحد نشكي انا راني شكيت راه الديوال الديوان الملكي سيفت الباشا سيفت العامل سيفت القيد والقيد كان لي هذاك حرام هذاك القايد هذاك لا لا انا بغيت ولادو 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 ي... ي... يعيشوا في تماره كما عايش انا مخليني و... وفلوس الدعم والله العظيم يا راي يا محمد السادس قلت لي بتصدق كاين عامر تو هذاك السجن سيد... تو هذاك المحامي أه الله ينصرك الله ينصرك يا المحامي الله ينصرك رجال المعتوق راجل من معنى الرجال الله ينصرك الله ينصرك راه لا دعم عطاوه لينا راه لا يديك لا يخليك وانا تنقول لك هالكلام يا جلاله الملك وسول لا 60 شاد ربعه ريال في الدم قال اديني 20 عام ديال الحب وما والو وبقات مو ما بقات بطريق المعالجة بطريق المعالجة بطريق المعالجة تعالجوها تدوها وانا واش, واش وانا عند الكيران سعادة يا محمد السادس واتصلت لي انا مزولك في الله راه لا ما لك من بغيت نشكي راه لا نشكي لك حتى بيت الله في عرضي راه الناس المسؤولين راه ما كاين حاجه يا محمد السادس راه والو راه ما عندهم لا دين لا مله راه والو راه ما اصعب الفلوس وعلاش انا دجعوني الان اشنو السبب أشديت لهم ولا حقروني انا من دون عباد الله ماشي عيب علاش ما نشد انا ديك 60000 ريال ولا 70000 ولا ثلاثه الخطرات ونت انا بها ونجيب لوليداتي ونعاون وليداتي وانا ما اديش يا محمد السادس وما هديش هدي طويني بلا بيتها بقيتهم مبان وفي الغالب مشي وما صدش علاش لهزت ليتي ومشي على السواق البيع عارب على بولجي وباش شريا ومنين غادي تجيني باش تشري طونوبيل وضربنا في كولونا وكولونا ما ربحنا منا تا زفته والو الخطيه آه رحنا بها هنا يعني كنشوفوا بان معاناه يعني من تقريبا السنه هذه وانت يعني لدرجة حتى بعتي الطوموبيل ديالك درجة راه صافي كملت راني <applause> يعني كملت راه ما تتمنى كل ما تتمنى وكل ولادي ما تتمنى هذا ولدي كريم صاب باش يخلص لك ما تبيع أنا ما, ما تبيع تشوف المحل ديالي وتشوف تبيعش الطوموبيله وتعلع وتقول نقضوهم كي غادي نديروا لا اختي العبوا لا العبوا لا العبوا لا العبوا لا عباد الله العبوا لا العول وقعدنا باش باشريوا الطوموبيله لا ما نبيعونا بعضا المحتنين بحال هذيك المراه اللي 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 شرات دار ب... بدات تقصر في الجنه شرات لها داك الدري وش... مجهزه انا بغيت لك يعني عايش في هذا في هذا البيت فيها كل شيء فيها حوايجك فيها, حويزك فيها, بيهاتيت فيها... بيهاتيت فيها بيهاتيت بيهاتيت تشوفي تي هاتي, هاتي 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 ها انتوما عيب هاد انا عايش هنا ها ها, ها هادو راه هادي راه شاريه مية هادي شاريه ب ألف ها تيقولوا راه داير 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 هادي شاريه مية هذاك الشاري هو واش ب 400 ها انا في الناس ها هاتو ما هاتو ما ها انتوما ها انتوما عباد الله ها انتوما ها انتوما اللي تيقولوا كاينين اسمو راهم والله ما انا عايش حدا حدا وبعدين خطره تكون فيها داوود الحرام سرق الزيت داك, صغير والله يعني سرق وفيه الزيت وفيه داك وفيه الصغير والله العظيم لا يعني هذه السلعه اللي كتاخذ بحال هكا التلفاز فيها سرق الزيت داك الصغير والله العظيم لا 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 بعد الخطره تنا تلكمي وتنوض في الليل وتنحط حدايا الدكيكه ديال تاي وتنسيب سرق الزيت تلدير وكاع الظلمه تا لقيت سراق الزيت الله راه شايل العلقه انا تنعيش شوفوا تاي وموت محمد وانتم شوفوا وانتم لا تعطيو دوز تعطي الواحد وطر وخيشه خيشه ديال الدقيق فيها شهر الغفران والله ما عطا لينا واحد حاجه فكرت بالقفار احرام ما كاينش وهادو ناس مؤمنين لا حنا باقي تنقول والي من درك ما كاينش واحد عطانا شي والله ما كاين اللي عطانا في هذا رمضان تقول شمعه وفين نمشيو سعد محمد السادس لمن نشكيو لمن وكاينش المسكي ومن غيرك. إيوا راك تا أمير المؤمنين. إيوا كل نديروا خدم لينا جوج. عندي ستة خدم لي, لي جوجها محمد السادس وخلي خلي الجوج يعاونوا خوياهم الآخرين. ما ما كاينش البلدية ما كاينش لوفيس ما كاينش حتى حاجة والو ولاد هادوك ولاد الدراوس ولاد مال 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 وليداتي أنا خدم لي جوج. خدم لي واحد يدير مع خويات وا محمد الثاني وراحنا تقهرنا وراحنا تمحنا صاحبي ومالكنا ولا ما كاينش اللي يعطينا ما كاينش اللي يديها وسوى ما غيرك يا محمد و وفك لينا وفكنا فكنا ما بغينا ما بغينا تريكتك ما يا ربي يا رب يا من في نوبة الليلة يا محمد يا سيدنا واشوف من حال وليداتي نعم راه تقهرنا نعم وراه تقهرنا وتقهرنا وليداتنا تيموتوا قدامنا وتتشوف واش ولادك تيضيعوا وتتشوف يا ويا ربي وراه مشاهدي قناة شوف في كانت هذه صرخة ستيني ورب أسرة مشاهدي قناة شوف تيفي اللي نقدر نقول راه فات العظم يعني هاد السيد خوتي كانت هذه صرخة معنا يعني يناشد بأعلى صوته جلالة الملك لأنه تقول أنا صافي بغيت جلالة الملك هو اللي يشوف من حالي بغيت جلالة الملك يوصلوا هذا الشيء اللي كان عاني بغيت جلالة الملك يحس بمعاناتي بغيت جلاله الملك يعرف بانني تعرضت للظلم في بلادي بغيت جلاله الملك يعرف بان ما استفدتش من البقعه الدوليه البقعه يعني وسكنت في براكه وكبرت في براكه وما استفدتش من البقعه بغيت جلاله الملك يعرف بانني درت بزاف ديال المحاولات باش نعيش انا ووليداتي ولكن الغالب الله الغالب الله هاد الستيني خوتي هاد السيد هذا يعني اللي رغم كبر السن ديالو مازال كيتقاتل ومازال كي ومازلك ومازلك يتضرب مع الوقت صرخت مواطن مشاهدي قناه شوف تيفي صرخت مواطن دموعك غاليه با وان شاء الله ربي يفاجيها عليك ربي يفاجيها عليك اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كل واحد كيتابع هذا المباشر يبارطاجيه ويتعاون معاه ويديرو في بلاصه الاب ديالو هذا الاب ديالكم وصلت فيه العظم هذا الاب ديالكم وطرق جميع الابواب ولقاها مسدوده هذا الاب ديالكم ودار جميع الحلول باش يجيب لقمه العيش وما كيدخل حتى ريال هذا الاب ديالكم تيشوف راسو ضاع هو ووليداتو هذا الاب ديالكم عنده ربعه ديال سته ديال الوليدات حتى واحد ما خدام باع طوموبيل كان كيهز عليها هاد المتلاشيات وهاد التلفازات وهاد الشيء هذا اللي كيبيع في الجوطيه باعها وعمر الوليدات وجوج كرارس جابوا التفاح وقالوا نبيعوا وقال لك كلهم ضربتهم الخساره شراو التفاح يعني الفوق كيكون مزيان لتحت كيبيعوه بأقل ثمن كيشريوه بأقل ثمن ويبيعوه بأقل ثمن تمشى كما تنقولوا كتشريو ب 9 دراهم يعني حولتو حولتو آه، قول لي انت 8 آه، 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 دراهم تنشرو كتباع 8 دراهم خصي جملة تنشريو 30 صندوق 40 صندوق خصي تنصيبوا التوجيه من الفوق وشي لاخر كامل تنصيبوها لبي قلبي تبع قلبي يا اختي وكنضروا بأوك تنديرو دي. ليه 150 140 140 اختي وتبع على نهار على نهار تزيد خفيفه راسو تبع نهار على نهار تزيد خفيفه راسو اختي مشى راس المال مشى راس المال مشى كل شيء اختي ما بقينا وليت الكروسه ديالي طالب نبيعها ما عندي ما نكمي ما عندي ما ناكل ما عندي ما ندير الكروسه ديالي دابا حاطه للبيع دابا دايرها للبيع نبيع اختي انا غنديك تال المحالي فين في الكارية ديال الاربا غنديك تال المحالي تشوفي انت فين عايشو باش ما تقوليش هذوك الناس راه كاينه كاين شوفي الدار اللي عايشين فيها كديرا كامله غطيح كامله غطيح اختي واحد الحاله لا لا ارتولوا لي اختي والله العظيم اختي تمنينا نموت نموت والله ولا نبقاوش في هذه الحياه والله العظيم اختي با الحاله الدولي راس قبه برد الدولي الدار ديالو الدولي البقعه ديالو ضرب عليها ضرب عليها الحبس مسكين وصافي وحنا نملو من الحياة يعني ولين بالبقعة ديالك تشد, تشد مسكين داو معاه هو تيهضر على حقه وقالوا لي علاش تتهضر على حقك وداو قالوا لي انت هو بهاد الناس تتهضر على حقك علاش تتهضر على حقك ودخلوا قالوا لي انت هو بهاد الناس هادو ودخلوا يو يومين ليش تدو حنا ما عرفناش بوا فين مشى تنسولوا على با مع الجماعة اللي كان فيها قالك لا بوا كرم شدود صدق مسكين مشدود صدق ما بقى لا بقى لا والو صدق جاي بحالاتو ردوا المغسي وكاك تتوب بي وعم وحل وحل عمي خارج بقاعي عمي خارج جوش بقاعي ما عرفنا دا دا البا ما عرفنا اش اش اش, 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 اش وصل خلاو تماك وبوجق كان بالرباط الرباط بوجق من الرباط جق ما نسال ابو قال والو ما نشدوه واد الناس اختي تنطالبوا اختي حقنا اختي بغينا البقعه ديالنا اختي تي اللي بغينا خصي بغينا البقعه ديالنا اختي اللي تنطالبوا نسكنوا بها انا وخوتي تي اللي بغينا خصي سير باش تنطالبو حنا الدولة خسي كاملة باش تنطالبو هي البقعة ديالنا حنا ما قلناش لهاد الناس تعطينا شي حاجة انا من عندهم قلنا لهم بغينا البقعة ديالنا خسي البقعة ديالنا من حق أبانا خسي صافي حنا را ساكنين مع الورثة را بنعيشو شو الحالة فين نعيش شو, شو الحالة بنعيش شخصي رحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله خسي عينا ايه ايه خسي والله ما قدينا خسي نبيعو حشيش ما قدينا خسي نبيعو كيف ما قدينا نبيعو خسي حاجة حنا والدينا ما ديال هداك الشي ديال الحشيش وديال كيف ما الناس علي داك الطابع خسي لا تنصورون باركسيبات ناقص شويه بشويه خصي حتى و... نوصلوا تنصورون باركسيبات ناقص وهذا هو المطلوب مطلوب مني دابا اذا مشاهدي قناه شوف تي في صرخه مواطن يناشدكم تيقول لحد الان ما تفكر يعني المسؤولين يعطوه قفه ما خدا الدعم اللي من حقه ما نفكروه محسنين في قفه اذا هنا غادي نديرو نداء للمحسنين نداء للمحسنين هذا الاب ديالكم من بعد ما صرخ رجليه ما بقاوش يهزوه شوفو حتى الجلسه اللي, اللي دار يعني صافي الصرخه ديالو صبتو بالانهيار نهار مسكين فكروا فيه خوتي هذا ربكم محتاج ليكم فكروا فيه عاود وقف على رجليه فكروا فيه مشى كيما تنقولو الفضل وراس المال فكروا فيه وقفوا معاه كذلك دار نداء للمسؤولين تيقول انا من الناس اللي خصهم يستافدوا ناخذ بقعه كنا ساكنين في برارك علاش مشات ليا البقعه يطالب بفتح تحقيق اذا كان عنده شي حق يرجع ليه اذا عنده شي حق يرجع ليه يتجمع هو ووليداته يعني هو ساكن هنايا في السطح وهالشيء ديال الورثه وشوفوا خوتي بيت كما قلت لكم فيها بيت فيها فيها بيت الكلاس فيها السلعه ديالو فيها كل شيء حياه جد صعبه قمه المعاناه قمه المعاناه اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نخلي هو غادي يقول لنا رقم الهاتف اللي بغى يتواصل مع خوتي فهو تيسكن في حي القدس آه انا غادي نفتح لك غير بغيتك باش تدوزو ليا في, آه في ايمان عيد عيب. ايمان اجا بنتي عافاك عطينا النمره ايمان عطينا اختي النمره التليفون

30 61 13 نعم هذا رقم الهاتف مشاهدي قناة شوف في ديال هاد السيد اللي بغى يقدم ليه يد المساعدة ديال هاد السيد اللي بغى يمسح ليه دمعته ديال هاد السيد بارطاجيو المباشر ديالو فهو داير نداء للمسؤولين ونداء للمحسنين دمتم في رعاية الله إلى اللقاء